حياكم الله من جديد مشاهدين، صباح الخير يا كويت. وصلنا وياكم إلى فقرة التغذية اللي عودناكم في كل يوم أحد تكون مع الدكتورة أمل الأنصاري، وهي عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل. صباح الخير دكتورة وحياك الله. صباح الورد منيا، شلونك؟ يا هلا وأهلا فيك وأهلا بالمشاهدين، الله يحييك. حياك الله. اليوم موضوع جدا مهم ويلامس الكل، يعني احنا يمكن راح نركز على الطلبة بشكل كبير، ولكن أيضا أولياء الأمور والمحيطين في هذه الأجواء أيضا لازم يكونون مهتمين في هذا الشأن. راح نتكلم عن فترة الامتحانات وما يسودها من توتر، من قلق، من ممكن يكون أمراض، من أشياء نفسية غيرها من هالأمور راح تشرحها الدكتورة. صباح الخير للمشاهدين، ويمكن الكثير الحين من أول ما تكلمت الأخت منيا يظنون أن احنا على طول راح ندخل في موضوع الطلبة وشنو يسوون الوالدين علشان يقدرون أن هم يطلعون ولد ناجح، ولكن احنا هني أول شيء راح نهتم ب مثل ما نقول يعني دائما الطيارة عند الإقلاع، دائما لما المضيف يتكلم يعني في مرات الأمن والسلامة الإرشادات دائما يقولون لو انخفض الأكسجين تنزل الأجهزة، كمامات الأجهزة الأكسجين. من اللي يلبسها أول، الأطفال ولا لا؟ طبعا الآباء أول شيء، يعني الشخص الكبير وبعدين يسعف الآخر وبعدين الأطفال. إذن احنا راح نهتم أول بصحة الأم أو الأب اللي مشرف على دراسة الأبناء. ترى على فكرة هذا نهج حياة، أنه دائما اهتم في نفسك علشان تقدر تسعف تقدر الآخرين، تقدر تعطي وتقدر تنجح في هذا الموضوع. إذا الأم اللي تشرف، ودائما نلاقي أن الأمهات لأن الأب دائما يطلع برا البيت للعمل للكسب لكذا، يمكن الأم هي أكثر وحدة تقعد مع الأبناء وتدرسهم، وممكن الآباء أيضا. ولكن نقول أنه تغذية أيضا المشرف على الأبناء هي جدا مهمة عشان يعطي الهدوء والتركيز وصفاء الذهن والحالة النفسية والمعنويات المرتفعة عند الأم عشان تدريس هذا الولد. نقول حق الأم دائما، ساعات الأم تكون دائما متوترة ودائما عصبية ويحوشها بعض النرفزة أثناء تدريس الأبناء، ولكن أنا هني أقول لك إن شاء الله، قبل أقول لك شنو الشيء اللي ممكن يريحك أثناء تأدية هذا المجهود الذهني الجبار بالنسبة لك، أقول لك إن ترى قسوتك على الولد وطريقة تعليمك له بطريقة عصبية ونرفزة، أنت هني قاعد ترفعين الأدرينالين عنده. لما يرتفع الأدرينالين عنده راح يقل الأكسجين تلقائيا اللي يوصل المعلومات أو يوصل الدم للجهاز العصبي، وبالتالي راح تلاقين حتى الولد لو كان ذاكر المعلومة راح ينساها وراح يتعب نفسيا أكثر وراح يفقد هذه المعلومات، وبالتالي أنت تزيدين عصبية وكذلك حطت له جهد آخر غير الجهد الذهني. نعم، وهي أيضا يرتفع عندها أيضا الأدرينالين، وبالتالي تزيد العصبية، وارتفاع الأدرينالين قاعد يخسر الأبناء المعادن، وقاعد يخسرش أنت المعادن اللي أنت محتاجتها عشان هذا المجهود الذهني والأداء يعني حتى البدني وحتى العضلي بالنسبة للأم. نقول حق الأم الحين قبل فترة الامتحانات أول شيء تسوينه وأهم شيء، إذا تبين نجاح تبين توفيق من الله سبحانه وتعالى، اخذي عيالك تأكدي أن لا عندهم نقص كالسيوم اللي يعطي رهبة ويعطي توتر أثناء الامتحان، وبالتالي أيضا إذا قلنا إذا توتر الطالب أثناء الامتحان ينقص عنده الأكسجين وبالتالي ينسى المعلومات، يطلع من الامتحان يقول أنا شلون أنا كنت ذاكر هالمعلومة شلون نسيتها، ولكن هو بسبب هذا التوتر بنقص الكالسيوم. المغنيسيوم مهم لقفزة المعلومات مع الزنك، وبالتالي تسوين الكالسيوم، تسوين المغنيسيوم، تسوين الزنك، تسوين حتى البوتاسيوم. حلو. هذه الالكترولايتس هذه وايد مهمه. فيتامينات باء، طبعا احنا بالكويت ما عندنا وايد الاجهزه اللي تفحص فيتامين بي، فاذا فيتامين بي من امن الفيتامينات اللي موجوده، يعني ياخذ الجسم حاجته اليوميه وبالتالي تكرمين ينطرح مع البول. اذا ما منا خطوره منها. نعم ما منا خطوره. ممكن تسالين الدكتور بامداد ولدك في فيتامينات جدا جدا لطيفه ورائعه بالصيدليات وخفيفه، مكملات غذائيه خفيفه. تسالين الدكتور ارجوك بس قبل فتره الامتحانات مدني بفيتامينات، يقول لك والله يمكن ولدك مو محتاج، اذا تاخذينه تسوي له تحاليل، وفي مكملات غذائيه ما تضر لو أخذت بجرعات بسيطة جدا
كمكمل غذائي فقط، وبالتالي يعينه على الدراسة. نعم دكتورة، ممكن في بعض الأمهات يتخوفون من قضية المكملات الغذائية فتحب مصادر طبيعية. ناخذ مصادر طبيعية، ولكن احنا ما أقدر أنا أخدع الكثير من المشاهدين وأقعد أغطي، ولكن احنا تغذيتنا أيضا كلها مبيدات حشرية وكذا، فتتلف العناصر. مثلا نقول لك مثال. نعم. مثلا حتى لو هالعنب هذا لو رش بمبيدات حشرية ممكن يكون في فيتامين سي، لكن تقل لأن هذه المبيدات الحشرية ادخلت إلى الغذاء اللي الفيتامين والمينرال، فأعدمت بعض العناصر الغذائية. فإذا أنا لما أخذ التغذية صراحة يعني ليش يعني نغطي أكثر من كذي؟ كل الأغذية اللي احنا قاعد ناكلها فيها قصور غذائي، لأن المبيدات الحشرية لعبت في العناصر الغذائية اللي داخل المواد الغذائية، بالتالي قللت من العناصر، فإذا طلع بما يسمى المكمل الغذائي، ولكن مو المكمل الغذائي العنيف في مكملات غذائية خطيرة أنا ما أنصح فيها، اللي تتعدى 100%. إذا 50% 30% جدا مأمونة خصوصا لأبنائنا. الحين ندخل نقول حق الأم قبل لا تروحين الدرسين، دائما تخلين معاك اللافندر هذا يمك وانت تدرسين، رجاء لا تعصبين على العيال ولا تستخدمين الأسلحة الفتاكة الربل والعصاية. نقول حق الام لافندر كل ما زعلتي كل ما عصبتي او خليه مفتوح يمك راح تستنشقين راح تهدين جدا جدا. اللبن مع حطي لك كمشه كبيره نعناع مع اللبن او الحليب وخلطي، واللبن افضل طبعا لانه غني بفيتامينات باء وغني بمواد مهمه جدا، بالخلاطه مع نعناع ممكن تخلطينه، وبالتالي تحسينك وايد ارتحتي قبل الامتحانات. من اكثر الاغذيه اللي تهدي الأمهات قبل الامتحانات يعني وأنصحهم فيها اللي هو تاخذين لك تقريبا نص شدة خس تحطينها بعصارة الجزر، يطلع لك نص جلاس عصير خس، كملي كرفس شوية وكملي خيارة واحدة مع القشر، سوي عصير تشربينه راح تلاقين نفسك بردتي. شنو المكون الأول قلتي؟ خس خيار وكرفس. كرفس أوكي. هذا المشروب رائع وسريع بشكل كأنه إسعافات أولية نفسية وعصبية، بسرعة تاخذينه تحسين انك انت مستعدة تدرسين عيالك وانت في ريلاكس كامل. هادية. ايه جدا. ايضا اقول لك ايضا مشروب الكاكاو لك وللأبناء، بس الكاكاو الأسود الدارك شوكلت تحطينه شوية يذوب، وبالتالي مع الحليب ممكن مشروب الكاكاو لهم ولتش أنت جدا مهم قبل الدراسة. شنو فائدته؟ هذا راح يهدي، يرفع مادة اسمها الفينايل ألانين ويرفع الأندروفين، يخليك وايد تشعرين بالسعادة، وبالتالي أنت تدرسين عيالك وأنت مرتاحة، وهم بعد ممكن يأخذونه يعطيهم نشاط ذهني، وبالتالي أيضا يكونون في هدوءهم. نعم. الحين نقول نبي ندخل قبل يعني ياخذنا الوقت. طبعا من اهم الاغذيه اللي انا انصح فيها عيالك اول ما يقعدون من النوم، حاولي قبل لا يتريقون وقبل لا يقومون يغسلون اعطيهم قلاص ماي اول ما يقعدون من النوم، قلاص الماي على ملعقه العسل بعد النوم، بعد يعني محتاجين اعاده شحن من اول وجديد، مواد سكريه طبيعيه، وبالتالي قلاص الماي يخلص الجسم من الكثير من الرواسب والشوارد الحرة اللي تسوي خمول وكسل الصبح، وبالتالي تنشط جسمهم على ما يقومون وعلى ما كذا. ابتدي وياهم علميهم ان عيالك يوميا لو ياكلون 3 تمرات الصبح اللي يعطي اكسجين للمخ، من اهم الاغذية الاكسجين للجهاز العصبي. صحيح. عشان كذي احنا نقول دائما عطوا عيالكم، احنا مثلا عيالنا مثلا ما يحبون الشمندر يحبون الفراولة، اخذي حليب مع فراولة مع شمندر بدون ما يحسون مع التوت، حطي عليه عسل خلطي، هذا الشراب رائع يعطي اكسجين، كمية اكسجين وايد حلوة حق الجهاز العصبي، وبالتالي تحسين الطالب يبي يدرس وطعمه مستساغ جدا مستساغ ولذيذ. عندك هني هذا اللي يشوفه يقول يمكن مانجا يقول كذا، ولكن من اكثر الاغذيه اللي كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم القرع. لقينا القرع انه هو في القرع وبذور القرع
يعني القرع مهم، وبذور القرع الغنية بالزنك اللي توصل أيضا الحديد وتوصل أيضا قفز المعلومات وسرعة تذكر المعلومة بشكل مو طبيعي. والله مادة الزنك هذه اللي أقول شوف حصيها توصل المعلومة، تذكر حتى القديم المعلومات اللي درسها من أول سنة، يعني جدا تحفز الذاكرة. فإذا اخذي كمية من القرع، كمية كبيرة من القرع، حطيها مع قلاص حليب، حطي وياها عسل وخلطيها وصبيها، والله راح تدعي لي من لذاذتها ومن الفائده اللي راح تكون. نعم، دائما ابعدي المغذيات اللي تنومه الصبح. ما نبي خبز ابيض، ما نبي دونتس، ما نبي كيك، لان هذه تعطي قفزه سريعه للسكر، وبالتالي 3 ساعات خمول على طول ينزل السكر بعدين. ولكن احنا نبي نعطي ريوق يحفز الدوبامين اللي يعني يعطي يساعد على المجهود الذهني، يساعد على رفع المعنويات عند الطالب، على التذكر. اذا نبي نعطيه البيض، صفار البيض جدا مهم للطالب لأنه غني بمادة الأسيتايل كولين اللي تغذي الذاكرة. إذا نعطيه أيضا الخبز الأسمر، عندنا الخبز الأسمر جدا مهم، نبي نستبعد الأبيض. نعم، الشكر الأبيض بنستبعده بهالفترة من الحين نهائي، ما نبي سكر أبيض. إذا الخبز الأبيض وهذا بالتعود، يعني ممكن تقول أن الأطفال ما يحبونه، لكن هو بالتعود اذا شاف اللي قدامه بس اسمر راح يضطر ياكله. وانت سوي خبز، انا هني سويت عينه. طبعا ساعات يقولين عيالنا ما يحبون اليزر، ما يحبون القرع، ما يحبون. انا مثلا اذا عندي عينه بسوي منها خبز او بيتزا، حتى بتسوين بيتزا، اخذي حطي لي شطحين، طحين اسمر، حطي بذر كتان، بذر شيا، بذور الشيا، حطي بذور القرع، حطي بذور عباد الشمس، حطي الروزماري، حطي الزعتر. وبعدين علشان تزيدين ماده اليود اللي تساعد على انشراح الصدر والشق الذاكره الجيده عند الطالب، هذا يمكن اكيد تعرفونه. لا والله ما اعتقد يعرفونه. خلي المخرج يحط عليه هذا السوشي. ورق السوشي ما في ريحه. اخذي واحده وطحنيها تصير بودره، حطيها مع الزعتر وحطيها مع طيب العينه. دكتورة شنو مكوناتها هي اصلا؟ يود، اهم شيء اليود والمعادن المولتي مينرال، ويا تخلطينها مع العينه. يا تسال العينه، افتحي اليوتيوب على العجينه القطنيه اللي تنتفش او العجينه مالت 7 دقائق، وحطي فيها كل هالمكونات وخلطيها. طبعا سوي منها بيتزا حق العيال، وترسيها المواد اللي انت تحبينها. العينه كلها غنيه، ما تحطين لها ماي تخلطينها بماي، لا، بعصير، بشراب القرع وشراب اليزر، اي شراب انت تبينه غني بالمواد المعدنيه. يمكن هذا اللي اعطاها هاللون، يعني انا كنت بسالك شنو اللي اعطاها هاللون. هذا قرع، اي قرع وبذر الكتان ومليانه. وبالاخير عينتها ممكن نسوي منها صمون، ممكن نسوي منها بيتزا، ممكن نسوي منها اي نوع من انواع المعجنات الغنية، لأنها هذه فيها نخالة. أما الأم اللي تعطي عيالها الصبح معجنات اللي هو فطاير، اللي على طول بس فطاير، فطاير جبن، فطاير كذا، تكون العينة قوية ومليانة دسم. صحيح. الدسم مثل ما قلنا ياخذ يعني ياخذ الطاقه من المخ، يسحب الطاقه من المخ، وبالتالي يحتاج تلاقين الطفل 3 ساعات كلها حاسب خمول، ويعطي مجهود اكثر حق نفسه علشان يحفز جدا نفسه. جدا القرع هذا دخلوا بكل شيء، كل شيء عندكم دخلوا فيه القرع. طبعا عندنا ماده الاوميجا 3 من اهم المواد للذاكره. اذا انا في الوقت هذا السمك وايد مهم. عندنا السلمون اللي هو السردين عفوا اللي فيه غني باوميجا 3 اكثر حتى من التونه. دائما الام ساعات تعطي عيالها تونه، احنا نبي السردين الغني جدا جدا بالاوميجا 3. والاسماك عموما دكتوره. عفوا، وبعدين عندنا الاسماك ككل، عندنا الذره، وعندنا يمكن تعرفون النفيش. إيه؟ هذا كسناك، مو وجبه ريوق، بس كسناك بين وقت والثاني. عندنا مثل ما قلنا الدارك شوكليت، وعندنا من اثمن الشايات اللي تساعد سبحان الله على التنفس. تلاقين الشاي الميراميه مع اكليل الجبل، مع الشاي الاخضر، مع يعني شاي اخضر مع الميراميه مع الروز
الروزماري كخلطة كاملة كخلطة كاملة سبحان الله تلاقين انها تعطي تنفس سريع، طل حتى اذا كان في شيء بالحنجرة بالجهاز التنفسي كله طلعة تطهر لك هالمنطقة وتلاقين فوري يعني. وهذا بالنسبة حق الطالب نفسه ولا حق الطالب الأم؟ وحق الأم كلهم، حق الطالب والأم. نعم. عندنا طبعا الشمندر، عندنا الزنجبيل هذا بشكل يومي راح مع الأكل، راح ينحط مع الأكل مع الكركم. الكركم أقوى من الزنجبيل 5 أضعاف. الكركم لازم يدخل مرتين على الأقل بالوجبة. البقوليات اللي تحتوي على الأمينو أسيد جدا مهمة. أيضا قلنا السمك، وقلنا نبي صدور الدياي أو صدر الديك الرومي. عندنا ما بالأم تنسى زيت الزيتون. زيت الزيتون مثل ما يقولون العلماء حتى الغرب والشرق إنه هو لذاكرة لعمر طويل، يعني ذاكرة طويلة الأمد. زيت الزيتون هو لذاكرة طويلة الأمد. خلطي زيت الزيتون مع السلطة مع الأكل مع اي وجبه هو ياكلها، حطي شويه زيت زيتون علمي على محبه انه يحب. علشان كذي حتى تلاقين بلاد الشام كلهم يمكن لان انتاج زيت الزيتون عندهم قوي دائما يوصفون بالذكاء وبالذاكره وبغيرها، يسمونها لذاكره طويله الامد. وبعدين مثل الكمبيوتر وقت ما تحتاجين استدعاء المعلومات تطقينها ابي المعلومه الفلانيه سيدة طلعت لك. نعم، على طول. نعم. بعدين عندنا من اكثر الاشياء طبعا المحببه ايضا اللي هو مثل ما قلنا التمر، وقلنا هذه القراصية اللي هي اللي يسمونها الكوجة. الكوجة هذه غنية جدا بالحديد ولتوصيل المعلومات وللأكسجين، يوصل الأكسجين بشكل سريع للمخ. الفواكه المجففة جدا مهمة لصناعة العصائر، لصناعة الآيس كريم. ساعة الأم تقول عيالي ما يحبون هالأشياء، اخذي هذا. طبعا لازم عيالك ما يطلعون المدرسة إلا ما أخذين تحطين لهم في علبة صغيرة، تحطين لهم زبيب تحطين لهم مكسرات الغنية بالأوميجا 3 الغنية بإذنها اللي توصل الأكسجين حق المخ. ذكرت نقطة وايد مهمة دكتورة، أن الأطفال ما يستسيغون هذه الأشياء. يعني أنت حطيتي طريقة أو ترك مثل ما يقولون. نعم. أن أنت بهالطريقة العينة تقدري تحطين كل شيء. نعم. لكن أحيانا شلون أقنع الطفل أنه ياخذ ويا زبيب ولا أنه ياخذ ويا فاكهة مجففة؟ أنا أقول لك شو تسوي، تجيبين آيس كريم. الآيس كريم اللي ممكن تسوينه يعني الخلطة اللي ما تصير وايد باردة. بعدين تقومين تجيبين الزبيب مثل ما احنا نسوي، تجيبين الزبيب مع شوية عصير وتخلطينهم بالخلاط، يصير ماي، يصير شراب سائل، تخلطينه كدريسنج فوق الايس كريم او مع المحلبية. تجيبين الفواكه المجففة تطحنينها مع المكسرات وتخلطينها مع تجيبين الايس كريم وتخلطينها، صبين عليها عسل قصب السكر اللي كله معادن ودائما نتكلم عنه كشوكليت فوق هذا، ممكن تخلطينه حتى بالدارك شوكليت وتحطينه فوق الايس كريم. هل لازم عندها فن التمويه عند الام؟ جدا. وبعدين عندنا الافوكادو طبعا اللي ما شاء الله تبارك الرحمن للمخ، غذاء مخ رائع. نعم. حطيها بعد ما تسوين السلطة أو التبولة أو أي غذاء أنت يعني عيالك يحبونه، تحطينها مع شوية عصير أو مع الليمون زيت الزيتون مع شوية نعناع وبالخلاطة يذوب، ماكو ما تحسين ان هذا افوكادو، وتحطينه كدريسنج فوق السلطه. لا طرق وايد انه يعني ينحط بالاكل بدون ما يبين. جدا. الدارسين ما ننسى الدارسين القرفه وايد مهمه كشاي، كان احنا ندخله كبودره مع المحلبيه مع اي شيء يحبونه عيالنا. عند هذه لها استخدامات وايد الدارسين. جدا. واتوقع مستساغه عند الاطفال يعني. مستساغه ويحبونها ولذيذه. عندنا النوم 8 ساعات وايد مهم، كانه يسوي داونلود حق المخ. صح. وحق الجهاز العصبي. النوم وايد مهم، ما نبي مشروبات غازيه، كثره الشاي والقهوه هذه اول شيء تعطي نشاط ذهني، مجرد نشاط ذهني او نشاط وقتي، وبالتالي المخ يصير عنده ردة فعل عكسية، ويصير عنده مثل ما تقولين في مادة اسمها الأدونيسين
يقلق مداخل الأنوديسين، وبعدين بالتالي يحصل خمول للجهاز. هذا دائما مرتبط دكتورة حتى عند كبار، يعني حتى طلبة الجامعة وغيرهم، هذا دائما مرتبط غلط. شاي وقهوة علشان تحفيز الذاكرة، ترى حتى اكتسبناها حتى من الأفلام نشوفها وقت اللي عندهم امتحانات ودراسة. شاي والقهوة. الشاي والقهوة غير أنه بعدين يخمل المخ، غير أنه يسحب السوائل المهمة للجهاز العصبي، غير أنه يرفع الأدرينالين، وإذا ارتفع الأدرينالين تخلص الجسم من 5 أشياء مهمة للذاكرة وللمخ وللمجهود البدني والذهني. ينزل ارتفع الأدرينالين، خلص لازم تعرفين أن تكرمين بعد فترة لما الواحد تكرم البول يكون معاه، وهذا طبعا عن دراسات. نعم. لقوا أن بعد التوتر وارتفاع الأدرينالين يحتوي البول تكرمين على 5 مواد مهمة، الكروم، الزنك، المغنيسيوم، الحديد، النحاس. عشان كذي اللي توتر يطيح شعره، ماكو حديد، ماكو نحاس، ماكو زنك. عشان كذي يقول لك يا للسكر على حره، لان الكروم انخفض انخفاض سريع، ارتفع عند السكر ممكن يحوشه جلطات بوقت التوتر. الحره هذه ممكن تجي له جلطه لانه يصير انخفاض حاد بهذه المعادن، وبالتالي تصير خلل في مساله الدم والبروثرومبين والهيبارين وهالشغلات هذه الخاصه، يحصل الجلطة، يحصل وايد أشياء. طبعا عندنا هني العسل الطبيعي قلنا نبدله، ما نبي شكر أبيض، السكر الأبيض ممنوع، ما نبي سكر أبيض. يعني قصدك ان العسل كبديل للسكر؟ كبديل للسكر. نعم. طيب. عندنا بذر الكتان يدخل في كل شيء، ومصره وباصرار وش اقول وما ادري ايش اقول، لازم كل وجبه يدخل تاخذين شويه تطحنينه مع السلطه، مع العيش، مع المرق، مع الدقوس، مع في طعم عاد بذر الكتان؟ بذر الكتان ما يبين، ما يبين، ما يبين. وارجع واقول لا تنسون هذا، هذا ترى اليود هذا مهم، يعطي صبر للطالب وثقة بنفسه عن طريق الغدة الدرقية. مجرد ما يغذي الغدة الدرقية بالمعادن وباليود، خلص حصل عنده استعداد كامل لمواجهة الحياة كلها، وصدره صار وسيع. زين دكتورة ما تكلمت عن المكسرات. المكسرات قلنا انها هي غنية بالأوميجا 3، مفيدة جدا. مفيدة جدا بالأوميجا 3، وبالتالي تساعد حتى. والجرعة ايش كثر تكون؟ كمية ممكن حفنة، نقدر حفنة. نقول 7 حبات لوز، 7 حبات يوز. البندق بالنسبة للي يعني لاطفالنا جدا مهم، حطي لهم مكسرات، حطي لهم زبيب، حطي لهم هالاشياء هذه وياكلونها. اقول حق الام تغذيه الام، اي ما نبي ننسى الصويا، عندنا الصويا الحين ينباع بشكل لما تطبخينه يصير كانه لحم مفروم، خلطيه، هذا اغنى حتى من اللحم بالبروتين، حطيه مع الاغذيه الخاصه بالابناء. هذا شنو دكتوره؟ هذا بابونج، وهذا اكليل الجبل، هذا الروزماري وهذا اكليل الجبل، طبعا هذا للتهدئه. اقول حق الام رجاء تسوين تحاليل للاولاد، اذا انت عارفه ان عندهم نقص حديد بسرعه عالجي، لا تنتظرين مذام وراهم امتحانات ضروري. الحاله النفسيه، طريقه التدريس جدا جدا مهمه، كافئيهم، ضحكي معاهم، اعطيهم شيء اثناء عمليه التدريس، ولكن رجاء 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 الحاله العصبيه النرفزه انت مو زينه وللابناء مو زينه، لان خلاص انت عصبتي عليهم، خلاص انخفض عندهم، ارتفع عندهم الادرينالين، انخفض عندهم الرغبه في التعلم، ما لهم خلق، كل شيء في جسمهم يتاثر. فاذا هذا احنا تكلمنا في شغله ايضا دكتوره نتكلم عنها، شيء مهم بالنسبه حق هذا الموضوع، اضطرابات النوم. تدرين هذه الفترة توتر كبير عند الطالب وعند الأم. صحيح. وتفكير يعني قبل النوم، حتى لما واحد يقوم من النوم. نعم. يظل رواسب هذا التوتر معه. نعم. شنو ممكن قبل النوم؟ لأن الأم هم نظمة تخلي عيالها مثلا، عشان تقول لا والله ما يخالف ولدي قاعد يدرس، خلنا أخليه يشرب شاي، أخليه يشرب قهوة. أيه. وهذا غلط، لا، يبيله إذا تخافين أن البابونج يهدي يعني نايمة أو كذا، يبيله الأشياء اللي تعطيه تغوي الذاكرة بسرعة، توصل الدورة الدموية بسرعة للمخ، مثل الزنجبيل يعتبر مهدئ ومنشط. عندش الإكليل الجبل مهدئ ومنشط، فإذا تعطيه
اعطينا الاشياء اللي تساعده. حاولي بالليل لما تشوفين انت خلص انت كأم صار خلص وقت الليل، لا ممكن تحطين له حتى اللافندر، تحطين ما بيش تحطينه بالنهار ولكن بالليل حطيه يم فراشه، حطي شويه ماي حار، ماي حار على نقطتين او يبي الشمعه، حطي بطرف الدار حطي لك 4 نقط 5 نقط وخلي الشمعه تشتغل، وهو بسرعه راح يقول لك يما انا ابي انام. لازم النوم هذا يقعد الصبح قلاص الماي قلنا والتمر بالبدايه، وبعدين تبتدي وجبه الافطار. السناكات يكون شاي اخضر، الشاي الاخضر وايد مهم للجهاز العصبي يا جماعه، وايد مهم هذا، لا تخافون هذا الكاكاو غني يعني، حتى ما حتى اللي معاهم سكر، حتى انت يا ام اللي معاك سكر لا تخافين ما يرتفع، ما راح يرتفع عندك السكر اذا كان كنت تاخذين الدارك شوكليت اللي يرفع عندك الفينايل الانين. فاذا التغذيه ثم التغذيه ثم التغذيه يعني هي اللي ممكن تعطي حافز وتعطي نجاح للطالب. وتأكدي لو غذيتي هذا الجهاز اللي هو المخ والجهاز العصبي، النواقل العصبية، السيالة العصبية اللي أصلاً قاعد تتكون من النظام الغذائي اللي قاعد ياخذه الولد. بالتأكيد. لا تعتمدين على ان اي غذاء يترس معدته، اصلا ترس المعده خلص يعني خمول. لا تترس المعده، يعني المعده وبعدين الجوع خطر. والجوع ممنوع فترة الامتحانات للبنات اللي قاعد يسوون رجيم. أقول لهم رجاء رجاء وقفوا الرجيم فترة الامتحانات، وأخذي الأشياء اللي تساعد على تغذية الجهاز العصبي مثل السلطات، بس السلطة الغنية، مو بس تحطي لي خس وطماط وخيار، خس طماط خيار نحط هذا، بس أبي أنا نطحنه. نذكر المشاهدين أن هذا هو ورق السوشي. ورق السوشي إيه نعم، ورق السوشي. وبعدين والافضل بعد انا ودي ورق السوشي ما ودي ينوكلني يعني صراحه، انا ودي ينخلط باي شيء ينطبخ مع عين مع الام مع المرق مع كذا مع العين وينحط بالفرن. ودي لان انا صراحه. واهم نصيحه دكتوره قبل ما نختم، يمكن في كثير من الطلبه والطالبات يلجون الى مشاريب الطاقه. ممنوع ممنوع منعا باتا، مشروب الطاقه قلنا يعطي نشاط وقتي وبالتالي خمول في المخ، وبعدين لغناء بالكافيين يخلص الجسم من الماي وبالتالي يكون المخ كثير تعبان. وبعدين عندنا انه هو يرفع ايضا الادرينالين، تعب الجسم ويسوي ضربات في القلب كذلك، ويسوي خفقان في القلب. ويخلص الجسم اصلا من المغنيسيوم من النحاس من الزنك مال المعلومات، فيظن انه هو خلص سوى يقظه حق الجهاز العصبي، ما يدري انه هو بالعكس ضر الجهاز العصبي عنده. مشروب الطاقة شيء يعني فكرة سيئة جدا جدا جدا، فكرة سيئة. نعم. الموز رجاء، الموز الموز طلعوا عيالكم من البيت وبإيدينهم موزة. يعني الموزة هذه تعطي سعادة. أكيد. وغنية بفيتامين بي 6 اللي تكون السيروتونين في الجهاز العصبي. اخذي فنيال قهوه. نعم. وشربي عقب نص ساعه طالعي وجهك بالمنظره. نعم. اخذي موزه وبعد نص ساعه طالعي وجهك بالمنظره، راح تتفاجئين بالفرق، في اختلاف الابتسامه، في اختلاف الاقبال. نعم. على الحياه يعني بصراحه. اكيد بالتاكيد نصائح ذهبيه، وشكرا جزيلا لك على وجودك ويانا اليوم دكتوره امل الانصاري، شكرا جزيلا. الله يحييك، وشكرا لك وشكرا للمشاهدين على حسن الاستماع، واعتذر للاطاله. الله يحييك. حياك الله. راح ننتقل الحين الى زميلنا نجيب القحطاني، هو متواجد اليوم في مركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان. صبح عليه بالخير. صباح الخير نجيب.